السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة بدأنا نعاني من ارتفاع الحرارة وقاعدين في البيوت تعبانين. في نفس الوقت عاوزين حل يكون فطورا حنينة، يعني احنا داخلين الصيف هنعمل ايه؟ هنعمل اختراع، نجيب مواسير ومراوح، وطبعا عاوزين مخترعين يعملوا الكلام ده. لا احنا مش هنعمل الكلام ده، يعني هنجيب حاجات موجودة في السوق وتوفرة، مش هنقعد نخترع ونعمل يمين وشمال وفي الحاجة الآخر تطلع مفيهاش لأي أي لازمة. يعني عندنا حل بسيط أو جامد جميل جدا اسمه التكييف الصحراوي. التكييف الصحراوي هو جهاز بتحط فيه مية أو تلج، فيقوم إيه مر عليه تيار الهواء، يقوم يخرج الهواء بارد، وفي نفس الوقت يبرد الهواء. في نفس الوقت له عيوبه، أولا بيرفع درجة رطوبة الجو بطريقة جامدة، وفي نفس الوقت بيستهلك كمية كبيرة من المية، وفي نفس الوقت تالت حاجة المية ديت تدفى جوه الجهاز، فتخلي جهاز فرقات الجهاز محدودة، فإيه تبرده يكون ضعيف. بس إيه ميزاته؟ نوفر كهرباء توفير شديد، لأن المية أفضل مبادل حراري في العالم، فهو بيستهلك كمية رهيبة من الحرارة عشان يسخن بدرجة بسيطة. فإحنا نتغلب إزاي عن المشكلة ديت؟ الحل بسيط جدا وفي مناول الإيد، لا محتاج لاختراعات شديدة ولا متكلفة أي حاجة. مادتين كيميائيتين هما كلوريد البوتاسيوم، وده أفضل مجفف سائل. أولا هيمتص المية من الجو، وفي نفس الوقت هيحل مشكلة استهلاك شديد للمية، يعني المية الهواء اللي دافي داخل فبيبخر مية فيقوم مخرج رطوبة. لأ أنت لو بتحط المجفف ده في المية، المادة دي هتمتص الرطوبة اللي خارجة، فيخرج الهواء بارد وجاف، فيحل لك مشكلة الرطوبة. وثانيا عندك مشكلة سخونة المية، هتجيب مبرد السلاين جيليكول أو مية ريتير بتاع العربية، فتحطها فوق مية المكيف، يعني مش تعمل حاجة، تحط مادتين دول بس، مية تحطها فوق مادة المكيف، مية المكيف، فالمادة فإيه فهو إيه بيبرد مية أسرع، فيعمل تبريد، فيخلي المية دي في وضع تتليج، تبقى متلجة على طول، فتخرج فينزل الهواء الدافي من المبرد المكيف عليها ويخرج، فيبقى هواء بارد جدا. وبكده تحل مشكلة عيوب التكييف الصحراوي، واستمتع بمزاج في نفس الوقت من استهلاك بسيط للكهرباء. وشكرا.